أنت مخلوق لهدف في الحياة، النهاردة أحلى وبكرة أكيد أحلى، بس بإيدك تستمتع بكل شيء في الحياة، حتى التحديات اللي أنت بتواجهها ممكن تستمتع بيها. اطلع من كل تحدي بهدف إيجابي، هدف أنت كسبته بنعمة ربنا. قصة حقيقية حصلت، كان في واحد عنده مصنع صابون، والمصنع دوت كان مديون، والرجل من الزعل اتوفى وساب ابنه شاب كده صغير. فالديانة كل شوية تيجي تقول له عايزين مثلا الفلوس اللي عليكم ويوي. فهو خد قرار ان هو يسافر ويحاول يشتغل ويسد ديون المصنع ديت. وهو في الطيارة قاعد جنب واحد كبير في السن، فالرجل بيسأله انت مسافر عند حد من قرايبك؟ قال له لا معرفش حد هناك. طب مسافر تشتغل ايه؟ قالوا مع برضه ما اعرفش انا هشتغل ايه. فقالوا انت مسافر ليه؟ فحكى له قصته. فالرجل الكبير دوت قال له كلمه واحده، الكلمه ديت غيرت مجرى حياته 360 درجه. قالوا ايه؟ قالوا خلي حلمك زي ورقه البوسطه، احفظها ما تنساهاش. وفعلا كلمه صغيره بسيطه خالص غيرت مجرى حياه الشاب ده. اشتغل وكافح وسد ديون المصنع وفتح مصنع تاني معجون أسنان. وهنا نرجع للآية اللي بتقول إيه؟ أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. كلام الناس كتير، هنسمع كلام إيجابي وهنسمع كلام غير إيجابي، بس ما خدش كلام السلبي وخبيرية. انظر لنفسك إن أنت شخص ناجح، تعرف تعمل كل شيء حتى لو معاك أدوات بسيطة. الأدوات البسيطة ديت لما تيجي تقدمها أو تشتغل بيها هتلاقي حاجات تانية تعرف تكبر بيها. عندنا أمثلة كتيرة قوي، عندنا نيكست دوت كان من غير إيدين من غير رجلين، ركبوا عليه الراجل اللي ربنا نسيه. طب هو ربنا بينسى حد؟ لا، ربنا ما بينساش حد. نيكست لما في المحاضرات بتاعته بيظهروا بيقعدوا 12,000 و15,000 بني آدم بيسمعوا له، ليه؟ عنده رسالة معينة عاوز يقدمها. انت تقدر تعمل كل شيء في الحياة. انت مخلوق على صورة الله ومثاله. بص لنفسك ان انت شخص ناجح، ما تبصش لنفسك ان انت فاشل. مفيش حاجة اسمها فشل. الفشل الحقيقي ان انا ابقى قاعد مش عارف ايه هدفي. انظر لنفسك انت شخص ناجح وتعرف تعمل كل شيء. حالتك النفسية هي مسؤوليتك انت، مش مسؤوليت اي حد تاني. اسمع بكلام الناس الإيجابي، ما تسمعش كلام الناس السلبي. هنسمع بالسلبي مش هنعرف نتقدم خطوة. كلام الناس كتير زي ما احنا قلنا، في اللي بيقول انت هتفشل، في اللي بيقول انت مش نافع، في حاجات كتيرة قوي. صورتك الذهنية عن نفسك هي اللي بتوصلها للناس. يعني مثلا يعني لو انت من جواك خايف او قلقان من غير ما تتكلم، رسالتك دي هتوصل للناس ان انت مهزوز او انت مش واثق من نفسك، فطبيعي انت مش هتعرف تنجح. خلي ثقتك في نفسك قوية جدا عشان تعرف تحقق حلمك. صورتك النفسية هي مسؤوليتك انت. حالتك النفسية انت تقدر تشجع نفسك. اسمع فيديوهات عن التحفيز، اسمع اقرا كتب، اقرا حاجات كتيرة قوي عن التحفيز. كلام الناس قلنا بيرجعنا لورا، ما بيقدمناش. فأنا اسمع الحاجات الإيجابية. عندي هدف وعاوز احققه، أعمل إيه؟ ممكن أجيب ورقة وقلم وأكتب أهدافي، أحدد وقت لنفسي معين أنا هعمل هدف فيه. طب الهدف دوت الوقت جه وأنا ما عملتش، عملت حاجات بسيطة منه، أنا كده إنسان ناجح مش فاشل. أقدر أعمل أي حاجة، زي ما قلنا أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.